السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو انا عندي خطوط مخفية ورا شكل وعايز اظهرها. يعني على سبيل المثال عندي اهوت مبنى وعندي مبنى اخر وراه، تعال نشوف في 3D. اهو بلاقي ان الحيطة دي مخبية على الحيطة دي. طيب عايز اظهرهم، اروح لقائمة فيو ولا عندي حاجة اسمها شو هيدن لاين. هشوف الحيطة الأساسية اللي انا شايفها، اعلم عليها الأول، وبعد كده الحيطة المخفية. الحيطة اللي انا شايفها الأول وبعد كده الحيطة المخفية، فتظهر معاك بالشكل دوت. الحيطه اللي ظاهره وبعد كده الحيطه المخفيه، فتبدا تظهر الخطوط الخلفيه اللي ورا الشكل. طيب لو انا عايز اخفي اقول له ريموف واروح معلم على الحيطه الرئيسيه والحيطه المخفيه، يخفي لي الخطوط.